grasping، شد بيها حاجة. 45% pinch، النعمة الكبيرة اللي ربنا مديها لنا واحنا مش واخدين بالنا منها. pinch، انك to pinch، تمسك مفتاح، to write، thumb to index and ring، it's very important. 5% hook، تشيل حاجة بيها. 5% just paperweight، تشيل حاجات ورق وحاجات زي كده. هنتكلم عن fractures of the distal phalanx، وهو ده common most common fracture in the hand، حوالي 50% of the hand fractures، لأنه اللي هو على الطرف دايما اللي موجود على الطرف بيبقى هو عرضة للإصابة أكتر من اللي محمي جوه. فالديستال فالينج ده غلبان على الطرف، هو دايما commonly injured. مش عارف يا جماعه اللي بيحصل ده، سوري بس انا مش عارف، اول مره فيس بروبلم زي كده. كلنا عارفين ان الديستال فالينكس بيمسك فيه من قدام الفليكسور ديجيتورم بروفاندس ومن وراء الاكستنسور تندونز. والميكانيزم اوف انجري بيحصل اما كراش انجري يا إما يحصل sudden extension against a flexed finger، extend suddenly، يتقطع الفليكسور من قدام فنلاقي الصبع بنسميه jersey finger، أو العكس sudden flexion against an extended finger اللي بنسميها mallet finger. فدي الحاجات اللي بتحصل، يا crush يا mallet يا jersey finger. أهم شيء لما يجينا fracture distal phalanx لازم ندور associated injuries، النيل بيد والنيل بليت واللاسيريشنز، وناخد هيستوري ونعمل اكزامينيشن للفليكسورز والاكستنسورز اوف ذا والسنسيشن اوف ذا ديستال فالنكس. بنعمل له كلاسيفيكيشن وذر از لونج فراكشر، ترانسفيرس فراكشر او كوميوتد، وبنعالجه على الاساس ده. لو نون ديسبليسد او مينيمالي ديسبليسد بنعمل له جاست سبلنتج، لو ديسبليسد بنعمل له ريدكشن وذر كلوزد او اوبن وانترنال فيكسيشن. وهو ده لما بيحصل انجري للاكستنسور تندون، بيتقطع الاكستنسور اللي ماسك هنا، بيحصل الديفورميتي اللي احنا بنسميها ايه، مالت فينجر، وبنلاقي بين عند الديستال فالينكس وان ابيليتي تو اكستند الايه الديستال فالينكس. وساعات ما بتبقاش بس سوفت تيشو، لا ده ممكن يتقطع التندون وياخد معاه حته من البون ويسميها بوني مالت. وبالتالي المالت فينجر عباره عن دورسال افالشن اوف ذا اكستنسور تندون، بيحصل بسبب فورسد فليكشن اوف اكستندد ديجيت، وبنعالجه. لو ما فيش فراكشر بنعمل له سبلنتش كونسرفاتيف، ولو في فراكشر اقل من 30% برضه بنعمله له كونسرفاتيف، لكن لو اكتر من 30% اوف ذا ارتيكولار سيرفيس الافضل ان يتعمل له انترنال فيكسيشن وذر كلوزد او اوبن. ودي السبلنت اللي احنا بنستخدمها في الكونسرفاتيف تريتمنت، كلكم اكيد عارفينها، اللي هي المالت سبلنت. بس مشاكلها ان ممكن يحصل بريشر نيكروزز او يحصل بيرمننت دامج للتندون وبالتالي بيرمننت اكستنسور لاج. هو ده منظر المالت فينجر، اللي عكسه الجيرسي فينجر اللي هو بيبقى عباره عن tear of the flexor digitorum profundus من قدام، وبالتالي بيحصل due to forced extension of the flexed finger، وبيبقى العيان عنده inability to flex the distal phalanx. وby the way انتوا عارفين ازاي تتست الفليكسور ديجيتورم superficialis من الفليكسور ديجيتورم profundus؟ ها؟ نو؟ الفليكسور عشان الموضوع ده لو عايزين تست الفليكسور ديجيتورم superficialis for example of the ring finger، we hold the other fingers and ask the patient to flex the finger. يبقى انا بعمل كده تيستنج للفليكسور ديجيتورم superficialis مين، لكن معاها جزء من البروفاندس. لكن لو عايز ايزوليت واشوف البروفاندس بالظبط، I should fix the middle phalanx to ask the patient to flex the distal phalanx. يبقى هو ده how to differentiate the flexor، ان اعمل examination الاثنين مع بعض.
نفس الحكاية ممكن برضو في الأول conservative treatment أو لو في بوني avulsion بعمل close reduction أو open reduction way fixation وممكن complication permanent loss of flexion. بعد البروكسيمال فالنكس هننزل شوية على الميدل و الديستال فالنكس هننزل بعد كده الميدل والبروكسيمال فالنجيال فراكشرز. كلنا عارفين ان الايه ان السنترال سليب بتاعت الاكستنسور السنترال سليب بتاعت الاكستنسور ديجيتورم بتانسرت في البروكسيمال وبروكسيمال دورسال ميدل فالنكس والفليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس بتانسرتس عند الايه الفولر اسبيكت اوف ذا ميدل فالنكس. لما بيحصل فراكشر اي شود لوك فور ذا ميكانيزم اوف انجري فور ذا اسوشيتد انجريز اند فور اني مال روتيشن اوف ذا ديجيت. وعلى حسب اللوكيشن اتقسمت الفراكشرز دي انتو ميد شافت او كوندايلر او انترا ارتيكولر وعلى حسب الشكل بتاعها سبايرال اوبليك كوميوتد ترانسفيرس افالشن كل ده للميدل والايه بروكسيمال فالنكس. والتريتمنت معظمهم بيتعالج نون سيرجيكال الا اذا كان ديسبليسد مال روتيتد او انفولفينج ذا جوينت. لو هو ستيبل ونون ديسبليسد بنعالجه كونسرفاتيف بادهيزيف بلاستر فور 3 تو 4 ويكس. في حاجة مهمة بالنسبة لنا برضو في الميدل فالنكس التندون اكستنسور تندون. عارفين ان السنترال باند بتاعتها بتانسرت هنا دورسال ولو اتقطعت السنتر سلاب دي هيبقى العيان عنده ديفورميتي بنسميها ايه بوتونير ديفورميتي اللي هي المنظر ده ان السنترال سلاب بتتقطع فبيحصل هنا ايه الفليكسورز بتشتغل اكتر فيحصل فليكشن اوف ذا بروكسيمال انترفرينجيال جوينت. بس ايه اللي بيحصل بس لما دي تتقطع التو لاترال سليبس اوف ذا اكستنسور تندون بيتزحلقوا على الجنب وبالتالي يروحوا عاملين ايه اكستنشن اوف ذا ديستال انترفرينجيال جوينت اند ذس از ذا كومن ديفورميتي ذا بوتونير ديفورميتي ويتش انفولفز فليكشن اوف ذا بي اي بي اند اكستنشن اوف ذا دي اي بي. وده كان الميكانيزم بتاعه وده المنظر العام بيجي بيه اللي هو البوتونير ديفورميتي وده كلاسيفايد ويذر اكيوت اور كرونيك. والتريتمنت بتاعه لو هو اكيوت بنعمل اموبلايزيشن ان فول اكستنشن اوف ذا فينجر ولو هو كرونيك بنعمل له فيزيوثيرابي وفي بعض الحالات لو ديفورمت جامد بنعمل له سيرجري. من الحاجات المهمه كمان في ننزل بعد كده اللي هي الكاربو ميتاكاربال ليجامنتس اللي هو الالر كولاترال ليجامنت اوف ذا ثامب او اللي بنسميه الجيم كيبر ثامب ودايما تيجي للي ياخد تروما تو ذا الالر كولاترال ليجامنت. والميكانيزم اوف انجري بيعبر عن هايبر اكستنشن اند راديال دايركتد فورس ات ذا ثامب كاربو ميتاكاربال جوينت اللي هو واحد يقع على صباعه زي لعبت الكرة اللي يجيله الكرة في ايده من في الثامب يحصل هايبر اكستنشن وراديال ديسبليسمنت. وبنعمل اكزامينيشن بنلاقي لوكالايزد بين اند تندرنس عند الالنر كولاترال ليجامنت اوف ذا ثامب وعند الميتاكاربو فالنجيال جوينت. وفي بعض الحالات لما يبقى فيه كومبليت تير واحنا نقدر نعمل ستريس عليها نلاقي الجوينت بيفتح معانا. في الاكس راي عاده بتبقى نيجاتيف الا اذا كان في افالشن لبون فراجمنت وبنعالجه لو هو انكمبليت اموبلايزيشن ان كاست او سبلنت. لكن لو كومبليت لازم شو نعمل له ريبير سيرجري يا اما نخيط الليجمنت يا اما نعمل له ري اتاتشمنت اجين تو ذا بون. بعد كده هنيجي للثامب كاربو ميتاكاربال فراكشرز وان احنا اتنين في نوعين عندنا مشهورين جدا. نوع اسمه بينيت فراكشر ديسلوكيشن وده الموست فريكوينت فراكشر اوف ذا ثامب وديسكرايبد باي ادوارد بينيت وده عباره عن فراكشر ديسلوكيشن انترا ارتيكولار اوف ذا كاربو بيز اوف ذا كاربو ميتاكاربال جوينت اوف ذا ثامب ودايما بيبقى سببه فول اكسيال بلو اجينست بارشال ريفلكس ميتاكاربال وبنعمله طبعا الهيستوري اكزامينيشن بتاعنا وده بيبقى الفراكشر زي ما انتم شايفين هنا بيبقى فيه بارت افالسد من الفراكشر حصل هنا بارت ستيل اتاتشد تو ذا كاربال وسيبريتد من البون
وبنعالجه ان احنا نعمل له ريدكشن و كي واير فيكسيشن لان هو انستابل كلوزد من غير اوبن, جاست نعمل له ريدكشن وفيكسيشن. ابن عمه اللي هو اسمه رولاندوز فراكشر, ده برضو بيحصل في الكاربو. اتفضل. اكزيال لود يقع عليه على الايد, اكزيال لود وهي سلايتلي بتبقى فليكسد ثم. الرولاندو فراكشر ده بقى مش بس جاست وان بارت, ده بيبقى عباره عن 3 بارت فراكشر. بيبقى فراكشر عند البيز بس بيبقى فيه 3 بارتس, 2 فراجمنتس والميتاكاربل, ويبقى ايذر تي شيبد او واي شيبد, وممكن نعمله كلوزد ريدكشن وكاست, او ممكن لو الفراجمنت ديسبليس بنعمله سيرجري. مش سامع يعني ايه جاست الثمب؟ ها؟ رولاندو فراكشر ده بيحصل في الثمب, ده الاثنين دول في الثمب, ده في الكاربو ميتاكاربال جوينت اوف ذا ثمب بس, مفيش بينتس في الميدل فينجر, مفيش بينتس في الرينج. البينت ده موصوف, الفراكشر ده وصفه في الحته دي, ده الاثنين دول بتوع الثمب فقط, الكاربو ميتاكاربال ثمب. ساعات الرولاندو ده ما نستهونش بيه, ساعات يبقى منظره كده وفيري ديفيكالت تو فيكس, ونضطر نعمل له اكسترنال فيكسيتور عشان نبعد الفراجمنتس الكبيره عن بعضيها, وبعد كده نقدر نعمل فيكسيشن للايه السمول فراجمنتس. يبقى كده خلصنا من الثامب. نيجي للبروكسيمال بي اي بي جوينت ديسلوكيشن, وده من الحاجات برضو كتير اللي بنشوفها, وبيجي واحد بيعمل موفمنت هايبر اكستنشن جامده للفينجر, يحصل ديسلوكيشن للبي اي بي جوينت, وبيحصل ان الميدل فالنكس يديسلوكيت من البروكسيمال فالنكس, وكتير كده جدا بنشوفها. وفي بعض الاحيان ايميديت بنعمل له ايميديت ريدكشن, بس ساعات بتبقى بينفل, وبنعملها عن طريق ريدكشن احنا نرجعه بس من غير ما نعمل لونجيتودينال تراكشن. ونخلي بالنا ان الدورسال ديسلوكيشن اوكي ممكن نرجعه, لكن البروبلم لو حصل جالك عيان وعنده فولر ديسلوكيشن بلاش تحاول تعمل له ريدكشن من غير انافيزيا, لانه عاده ده بيبقى ريديوسبل, لانه لما بيحصل الديسلوكيشن الفولر بليت او الكبسول بتاع الجوينت بيخش, بيبقى انترابد بين التو فراجمنتس, ولازم نفتح عليه ونطلعه. بعد كده بنتكلم على الميتاكاربال فراكشرز. كلنا عارفين ان الهاند نفسها فيها تو ارشز, تو ترانسفيرس ارشز وون لونجيتودينال ارش, وان الميتاكاربال بتتمسك ببعضيها الاربعه ميتاكاربالز بقى بايه, تو ترانسفيرس ليجامنتس بيمسكوهم ببعضيهم. واللي بيحمي الميتاكاربالز دي اللي هم الانترنسك ماسلز اوف ذا هاند, والكلاسيفيكيشن بتاعهم مفيش كلاسيفيكيشن واحد, لكن الكلاسيفيكيشن اللي كومنلي يوزد على حسب الليفل اوف ذا فراكشر, هل هو في الميد شافت, هل هو عند النك, هل هو عند البيز, حسب الشكل بتاع الفراكشر ترانسفيرس ولا اوبليك ولا كوميوتد. بنشخصها بالميكانيزم اوف انجري بالاكس راي, وعلى اساسها بنعمل التريتمنت, يا اما ايذر نون اوبراتيف تريتمنت لو هو سمبل فراكشر اندسبليسد فراكشر, جاست ان نعمل له سلاب وذر فولر او دورسال, يا اما ان احنا نعمل له اوبراتيف تريتمنت لو كان مثلا اوبليك فراكشر ديسبليسد سبايرال, وذر بنعمل له كلوزد ريدكشن او اوبن ريدكشن, بنعمل له فيكسيشن جاست بكي وايرز بس او ب intramedullary pins او plate and screws. كل دي different methods على حسب شكل الـ AL fracture, لكن القاعدة ان الميتاكاربال fractures بتعالج conservative unless otherwise, لو oblique, spiral, displaced, okay, دي اللي لازم نعمل لها ايه fixation. وهي دي الميثودز اللي described للـ AL الميتاكاربال fractures, whether it's splinting, closed reduction, internal fixation, intramedullary fixation, open reduction with the screws only, or open reduction with plates and screws. Thank you very much. Well, I'm willing to answer. الموضوع clear للدرجة دي ولا مش مفهوم خالص؟ تفضل دكتور. ده سؤال مهم جدا.
دكتور على السؤال ده، وده سؤال مهم جدا برضو لان بيغفل عليه كتير من الناس وتبقى ملخفنهم. الكلوز ريدكشن، الفرق بينه وبين اوبن ريدكشن. اوبن ريدكشن معناه انا بفتح وونت اوصل لغايه الفراكشر سايت، اشوف الفراكشر امسكه بعينيا الاثنين واروح مرجعهم على بعض، يبقى ده اسمه ايه؟ اوبن ريدكشن. لكن في بعض الحالات مش محتاج اعمل كل ده، جاست ان انا معايا جهاز الاشعه في اوضه العمليات، بروح عادل الفراكشر من بره من غير ما افتح الجلد خالص ولا الفراكشر كده اوكي الايند بطريقه معينه، ادخل الديفايس بتاعي الكي واير او البين بتاعي كده من بره وجهاز الاشعه معايا، واطمن انه داخل ثرو ذا فراكشر واثبته واخد صوره صح. يبقى في الحاله دي انا ما عملتش ايه؟ اوبن ريدكشن. انا عملت ايه؟ كلوز ريدكشن. طب هو مين احسن، الاوبن ريدكشن ولا كلوز ريدكشن؟ ها؟ اوبن كلوز. لا، في حاجه مهمه لو رجعنا للبيزكس اوف اورثوبيدكس، مش عارف خدتوا الكلام ده في المحاضره، ان لما بيحصل فراكشر بيحصل حاجه اسمها فراكشر هيماتوما، صح؟ الفراكشر هيماتوما دي اللي بتبقى نتيجه الانجري للبيري اوستيال اند اندوستيال بلاد فيسلز. والفراكشر هيماتوما زي ما سمعتوا او هتقروا او هتذاكروا، it is the first stage of fracture healing. يبقى اول ستيج عشان يحصل بعد كده اورجانيزيشن عليها الهيماتوما وتتكون كالس ويلحم العظمه، الهيماتوما دي مهمه. فاذا انا نجحت ان انا احافظ على الهيماتوما دي من غير ما تبقى تطلع بره، يبقى انا استفدت. يبقى الكلوز ريدكشن مش هضطر ان انا اطلع الهيماتوما بره عكس الاوبن ريدكشن. لكن في بعض الحالات ما بينفعش الكلوز ريدكشن، بيبقى فيه سوفت تيشو في النص وتبقى الفراكشر ديسبليس، لازم اعمل اوبن ريدكشن. طب واحد يقول لي طب ما الهيماتوما راحت، انا بستعيد عن ده ان انا بعمل له ريجيد فيكسيشن، يبقى انترنال فيكسيشن قوي يعوض شويه الهيماتوما اللي هي راحت. واضح؟ اتفضل دكتور. تمام. دايما احنا عارفين ان الستيجز اوف فراكشر هيلينج بيعدي بستيجز. في الستيجز دي اهمهم المرحله الاولانيه الستيج اوف هيماتوما، ذن ستيج اوف ايرلي كالاس فورميشن، وفاينالي ستيج اوف ديفينيتيف كالاس فورميشن. فالستيج الاولانيه دي هي بالنسبه لنا اللي هي المهمه، انما الفراكشر لو في الاول عملت له ريدكشن وعملت له اكس راي ولقيت الوضع بتاعه كويس، بعد اسبوع عملت له تشيك اكس راي لقيت الوضع بتاعه زي ما هو، بعد اسبوع تاني عملت له لقيته نفس الوضع، يبقى اسيوم خلاص ان ابتدى يحصل ايرلي اورجانيزيشن للهيماتوما، ودي هتحافظ على الوضع زي ما هو، بروفايدد ان يبقى الكاست بتاعه مظبوط مش مهوي واسع، واخد بالك، وان هو مش لوز وان هو مش قصير ومش مكسور والكلام ده كله. اتفضل دكتور. ده اللي احنا قلناه حسب الباترن اوف ذا فراكشر. ما انا بقول لحضرتك لو هو ديسبليس ذا فراكشر، لو هو شورت اوبليك فراكشر، شورت اوبليك يعني كل شويه يتزحلق كل ما ارجعه ينط من مكانه، تمام. لو هو هايلي كوميوتد فراكشر مش لازم اعمل له انترنال فيكسيشن، بس اعمل له اكسترنال فيكسيشن، عشان انت بتسال على اوبراتيف انترفنشن، اكسترنال فيكسيشن انا احافظ على الالاينمنت. لو الفراكشر ده انترا ارتيكولار، كسر الميتاكاربال وعدل الهيد، انترا ارتيكولار فراكشر، تمام. هي دي الكرايتيريا بتاعتها، بيخضع للميني للجنرال كرايتيريا اوف اوبن ريدكشن اند انترنال فيكسيشن. اتفضل دكتور. ما انا بقول لحضرتك على حسب الفراكشر كونفيجريشن بتاعتك، السن عندنا unless الجنرال كونديشن بتاعته كويسه مش عامل مشكله بالنسبه لنا، الا اذا بتوع الانفيزي يقول لك والله ده ما ينفعش. وبالنسبه للهاند هو ممكن ياخد لوكال، ممكن ياخد سوبر كلاف، ممكن ياخد الرينج بلوك، ممكن ياخد حاجات زي كده. فما نحطش عامل الايج بالنسبه لنا، نقول خلاص السن ده مش مهم، بالعكس الاولد ايج بيبقى اوستيوبروتيك وبالتالي الانسنس وفيلينج فيهم اقل، فانا اشد. ولو عملت له اموبيلايزيشن فتره طويله هيخش في اوستيوبروزس اكتر وديسيوز اتروفي، فانا محتاج اتعمل ايرلي موفمنت، وايرلي موشن معناها ان يتعمل انترنال فيكسيشن.
واضح؟ طيب ثانك يو فيري ماتش. انا مش عارف مين هيتكلم بعد، فلو موجود بقى يطلع.